لو دلال يبقى لسه والسنة دي لسه خاصة وجبنا من الطريقة ريقة للجمال والجمال من غير موليكا مش محتاج ميكا بأنتيكا زي ما احنا غنانا اهو من غير مزيكا زيكا زيكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج 100 طريقة للجمال. عنوان الحلقة النهاردة هو موضوع مهم جدا، هو جراحات تجميل اليد. كثيرا ما يشتكي الناس من شكل اليدين والوجه، ولكن موضوع الحلقة اليوم هو جراحات تجميل اليد. سنتعرف في هذه الحلقة عن ما هي جراحات اليد وكيف لنا أن نصلح اليد إذا حدث لها أي تشوهات، سواء تشوهات خلقية أو تشوهات بسبب حوادث أو ما إلى آخره. كل هذا سنتناوله مع الدكتور رأفت جور، أستاذ جراحة التجميل وجراحات اليد بطب الأسرع عين. أهلا بك يا دكتور. منورنا في قناة صحة وجمال. أهلا بك. وسعيدين بوجودك معنا. أنا أسعد والله. ربنا يخليك. النهارده موضوع جراحة اليد، الوجه والكفين هما رمز الجمال عند كل الناس. طبعا. فوجود أي إصابة فيهم يعني بتؤثر تأثير كبير على شكل الإنسان وعلى نفسيته وعلى طبيعته وعلى صحته وعلى كل حاجة في حياته. فإذا لابد يعني عايزين نعرف ما هي جراحات اليد أو اليد دي عبارة عن يعني هو طبعا يعني حضرتك زي ما بتقول الوجه والكفين هما الوسيله للتفاعل مع الناس اللي حواليك او المحيط بيك، ووسيلتك للتعبير عن نفسك برضو عن او تغيير المحيط او الجو او المحيط اللي حواليك. فلازم الايد يعني ربنا سبحان الله خلقها بطريقه انها يعني مكونة من حاجات دقيقة جدا بتشتغل بتوازن وانسجام شديد جدا، وفيها مراكز احساس دقيقة جدا جدا، فده بيديك تقدر تحس ده ناشف ولا طري، ده صوف ولا حرير، ده يعني بيديك الملمس لأي حاجة تمسكها وتقدر تستخدمها في كل حاجة. لازم الايد انها تكون اهم حاجة وظيفيا اقرب الى الطبيعي، يعني ده احنا الهدف بتاعنا لما بنتعامل مع اي حاجه في الايد اقرب وظيفيا الى الطبيعي ما يمكن واقرب الى الشكل الطبيعي ما يمكن، عشان هي بتدي الشكل الجمالي في الشكل النهايه الجمالي وبتدي الشكل الوظيفي كمان. هي بتساعد الانسان على ان يقوم باعمال كثيره. عدم وجود اي مشكله في اليد يعني بتؤثر على يعني اله، اهم اله في الايد في البني ادم، اهم اله في ايديه، يعني ممكن لو رجليه مش موجوده هي ايديه ممكن يعمل بيها كل حاجه. جميل. في مشاكل كتير ممكن تصيب اليد، بعضها له عوامل وراثيه والبعض الاخر له عوامل خارجيه، اصابات او جروح او بعض التطورات اللي ممكن تحصل للانسان سواء مع كبر السن او مع وجود اي مشاكل اخرى. انواع جراحات اليد عباره عن ايه؟ جراحتك يعني ممتاز، يعني هي جراحات اليد يا اما انا بعمل تجميل لليد، تجميل بمعنى تجميل يعني في ستات او في رجاله تبقى الصوابع والايد ما يطلق عليه ايديه معقربه او يعني ايه الاوتار والاورده وكل حاجه باينه جدا، فدي بنعملها حقن دهون او حقن مواد مالئه، او يكون حد سنه كبير وايديه فيها بطش او اثار السن وجلد مكرمش دي ممكن نستعملها ليزر. وفي دلوقتي طالع اللي هي الخلايا الجذعيه والخلايا البلازما الغنيه بالصفائح لسه دي تحت الاختبار. ده بالنسبه للناحيه الجماليه يعني بجمل الجمال يعني طبيعي ما فيهاش اي اشياء اي مشكله. تيجي تاني اهم حاجه اللي هي الامراض او الناس بتشكو يعني بتشكو ايديه تعبانه، ودي اكتر شو دي اكثر شكاوي، دي اكتر شكاوي. يعني احنا عندنا دايما شكوى الاورام اللي بتكون في الاوتار اللي بيكون في اليد لها مشاكل وتاثير كبير على اليد وناس كتير بتشتكي منها. الاوتار يعني اول حاجه يعني اكتر حاجه بيشتكوا منها في جراحه اليد الضغط على الاعصاب،
ان الاعصاب الايد ليها ثلاث اعصاب، في اتنين منهم بيخشوا الايد، بيخشوا من جوه مجرى ومعهم حاجات تانية، فالمنطقة بتبقى ضيقة عليهم جدا، فأي تورم فيهم بيحصل ضغط على العصب بيعمل تنميل في الصوابع، وفي الوقت نفسه لو استمر ممكن يؤدي إلى ضمور في العضلات. ده معروف قوي، ده أكتر حاجة ويشتكوه الستات أكتر من الرجالة، وأسبابه كتيرة جدا. يعني حتى احنا عارضين برضو دلوقتي حاجة عن الأوتار عن يعني. اهي اتفضل كده دكتور. يعني ضغط على العصب الأوسط اللي بيسموه كاربل تانل، او في السوقية في السوق بيقولوا له اعمل لك تسليك اوتار. لكن هو بنفك في رباط قوي ضغط على العصب. الرباط ده هو خانق للعصب. فالعصب لما زي سلك الكهرباء، انت زنقه فمش عارف يوصل، مش عارف يتحرك، مش عارف حرية. ما عندوش حرية انه يبعت الاشارات. فيحصل تنميل، الاحساس بيبتدي يروح، وبعدين لو زاد بيحصل ضمور في العضل، فالعصب يؤدي الى ضمور في العضلات اللي بيغذيها. والايد يعني العضلات الصغيره، الايد يعني هي سبحان الله ليها اوتار طويله وليها عضلات صغيره كثيره جدا عشان تقدر تعمل بايديك اللي انت عايزه، تقدر تتحرك بيها يعني الكمبيوتر، تعمل يعني اي منيو، اي حاجه بايديك. يعني صباعك ده ممكن تحركه، الصباع الكبير ده سبحان الله اعجاز في حركته. يعني ان هو اللفه دي يعني على مفصلين شغال، يعني سبحان الله. يعني طبعا مش عايز ربنا في خلقه يعني طبعا الضعف في الايد يعني. فالفيلم ده بيفك الضغط عليه خلاص، وده بيتعمل اما بالطريقه المفتوحه زي كده، ودي احنا بحبسها يعني. وفي عن طريق المنظار. الفرق ما بين الاثنين ان فتحه المنظار بتبقى اصغر، بس بتبقى اصغر لكن بتدي نفس بس تكلفتها اكتر. ولازم تخدير عام، انما دي بتتعمل بتخدير موضعي. بس طبعا اي جراحه في اليد لازم بنقول للعيان ان احنا حصلنا لما بتبقى تخدير موضعي، ان احنا هنحط جهاز على ايديك يمنع الدم، عشان الايد مليانه يعني اعصاب وشرايين وبتاع، فابقى بيشتغل ومفيش الدنيا بيضة، مفيش دم عشان تقدر تشتغل بشكل كويس. ما عوضش حاجه ان المبدا الاساسي في جراح اليد او اي جراح المفروض، واحنا برضو حتى يعني جراحه المنظار فريق العداد كل ما نتكلم في حاجه يروحوا عرضها فورا يعني. ده المنظار يعني الفرق، بس في ان هو بيخش يعمل بالمنظار بس، برضو بنسبه 30% ممكن يفتح. بنسبه 30% لان في عيوب، مش عيوب خلقيه يعني، ايه اللي هي الاعصاب التفرعات اللي طالعه من العصب بيحصل فيها اختلافات من انسان لانسان. فاذا ما كانش هو شايفها كلهم بالظبط بيفتح، لانه ممكن يعور عصب او فرع بيغذي عضله، فيكون الافضل الجراحه يعني الافضل يكون امن يعني وينجح بطريقه اكبر. يعني هم حاولوا فيها، لا يعني غير مناظير البطن غير الحاجات ديت، لا يعني ما فادتش. لكن جراحات جراحات التجميل، جراحات المناظير وشد ومش عارف ايه، لا كله بيرجع تاني للبتاع. غير جراحات البطن بالمناظير دي اثبتت نجاحها، فبالتالي ما عادش حد بيفتح. جميل. يبقى اذا الجراحات التجميل او الفتح في اليد العلاج مثل هذه المشكله افضل بكتير جدا الفتح من المنظار. والراس وجرح 3 سم، المنظار جرحه بالعرض 2 سم بس، الفرق بنج كلي وده بنج موضعي. بنج موضعي. والتكلفه هنا يعني او بكتير عشان تغذي البنج كلي. المنظار بيبقى اعلى في التكلفه واستهلاك المنظار واخره. فبالتالي يعني الناس كلها دلوقتي بتشتغل منظار، كثير من الناس بيشتغل من الاطباء بيشتغلوا بالمنظار. لا ما حدش بيشتغل بالمنظار. عيان انت هتقول له مبلغ كذا عشان يعمل منظار، هو بيعرف الناس بتعملها بكذا وما تفرقش معاه. الايد سبحان الله يعني كلها لما تتشاف كلها خطوط، فالجرح بعد مثلا 3-4 اشهر ما بتلاقلوش اثر، كانه ثانيه من ثانيات اليد، ما فيش اي تاثير. طب ايه يعني كل عمليه بيبقى ليها في الدنيا اعراض عمليه جراحات اليد، هل لها اعراض ممكن ان يشعر بها المريض بعد اجراء عمليه جراحه اليد؟
يعني مضاعفات قصد حضرتك ولا مضاعفات؟ لا مضاعفات المفروض ما يكونش فيه مضاعفات باذن الله، يعني طبعا المفروض ما يكونش فيه مضاعفات. المفروض اللي بيشتغل جراحة اليد دي يكون دارس علم تشريح اليد كويس جدا جدا جدا، دارس العيوب او الاختلافات او في التشريح من انسان لانسان. يعني مثلا في ساعات عضله هنا في 15 في الناس مش موجوده، يعني انا مثلا عندي مش موجوده عندي، ممكن تبقى موجوده عندك. هي ربنا ليها فايده، لكن في ناس بيبقى عندهم بس دي من العضلات اللي بنستخدمهم كسبير بارت او كيعني قطعه غيار لايه توصيل او يعني اوتار او 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 الى اخره. في بعض الاحيان الكيس الزلالي اللي بيبقى في مفصل اليد ده له تاثير ده اكتر ورم بيطلع في اليد هو كيس الزلالي، هو عباره عن كيس الزلالي ده يعني بيسموه مظهر وليس مرض، بيكون المفصل تعبان فباحتكاكه الغضاريف مع بعض الجسم عشان يحمي نفسه بيفرز السائل الجيلاتيني ده اللي هو بتاع اللي بيعمل زي الزيت، فبيزيد عن طاقه ال حتى عارضينه دلوقتي في الفيديو بيزيد عن طاقه المفصل ف بيطلع ويطلع تحت الجلد. ده مفيش منه ضرر ولا اي حاجه، هو ايديبته وجعه شويه لكن هو نفسه ألمه بالحيز لو كبر قوي بالحيز بتاعه. هو اكتر بيبقى شكلا بالنسبه للستات لما بيبقى في ظهر ايديهم في ظهر اليد في ظهر اليد. بس انا دايما بحب ان انا ايه اعمل نوع من الشفط، يعني كل شهر تيجي او شهرين ثلاثه كل ما يكبر، لان هو لو انت شفطته مره وريحت الايد خالص ايه بيصغر، استعملت الايد بكثره يكبر. هو بيكون ايه سببه يعني سبب ظهوره في اليد؟ ظهوره الاحتكاك وافراز زي الفتق، يعني زياده الضغط كحه مستمره بتاع حته بتضعف بيطلع السائل حواليه كيس بيعمل لك المنظر ده، وده ممكن يطلع في الظهر ممكن يطلع من قدام، وده يعني ما يعني لو اتساب بيتساب، بس ده برضو المفروض ما يشيلوش غير حد متخصص، لان لازم يتشال من داخل المفصل، ان لو اتساب الجزء هيرجع 100%. جميل. اذا في هناك يعني طريقه لازاله مثل هذا الكيس؟ هناك في طرق جراحيه يعني وتنوعت وموجوده بكثره هذه الايام؟ لا يعني هي طريقه الفتح الجراحي. الفتح الجراحي الفتح الجراحي يعني هي الفتحه بتبقى لو فتحه 3 سم يعني ما هياش يعني ايش كده قد ايه يعني الفتحه اكبر من كده يعني فليها طريقه الطريقه الجراحيه لازاله مثل هذا بس الكيس. لازم يكون عارف كويس دي شغال من غير يكون اي دم موجود وشايف كل حاجه، حتى عاملين عمليه لكيفيه ازاله الكيس الكيس الزلالي يعني هو بيفتحه وتلاقيه لازم هيشوف الاعصاب او الشرايين اللي موجوده يحاول يبعدها ويسلكه يعني هو طبعا عشان ما يحاولش يجرح حاجه او يصيب ما تعملش للعيان مصيبه او مشكله هو العيان مش جاي بيها. دي ده اول مبدا في جراحه اليد او في اي جراحه المفروض يعني ما تعملوش مشكله، يعني هو جاي اعصابه سليمه هو جاي كويس من جاي كويس هو جاي يشيل او ما قطع له العصب. وفي ناس بتستعجل تخش يفتح دم الشطاره مش شطاره بس هيعور حاجه فممكن يصيب اكتر يعني هو ده يعني طبعا زي ما شايفين ما فيش نقطه دم ان هم عاملين اللي هو جهاز التورنيكي او الهادي ضاغط اللي بيقفل على الشرايين بيمنع الشرايين انها تجيب دم، يعني الاول بنفضي الدراع من الدم وبعدين ننفخ او نملى التورنيكيه دوت او زي جهاز الضغط دوت فيمنع الشرايين انها تودي دم، فيبقى الايد قدامنا ساعه ونص نشتغل فيها من غير ما يكون في نقطه دم زي المنظر كده. لو في اهو دلوقتي هو مسك شريان وعلقه عشان يشد عليه يبعده عن الكيس ويسلك الكيس منه وبشويش وكلها بدقة ويعني دقة متناهية جدا يعني عشان يعني يعور، وبعدين لو ضايقه ممكن يفتح الكيس يعني يفتح الكيس ويسلع عشان الكيس عامل حيز فمغطيه للدنيا وغالبا غالبا ده هيفتحه مثلا انه كيس كبير هو فتحه وكده فتح الكيس عشان يفتحه عشان مغطي على حواليه فبالتالي هيفتح ويشده ويشوف مدخله
فين في المفصل وبيشيله بجزء من جدار المفصل عشان ما يرجعش تاني. جميل. يعني بعض الاحيان يحدث اصابات لليد عن طريق مثلا الحوادث او بعض يعني الحاجات الخارجيه مثلا، فبيتقطع مثلا صباع او عقله من صباع او بعض ما الى ذلك. يعني هل في فعل جراحات اليد لها علاج او لها طريقه في التجميل؟ هو حضرتك نطيت الى يعني اخر المستوى اللي هو البتر. يعني في قبل كده حاجات اصابات، يعني مثلا واحد متعور بسكينه في اوتار مقطوعه فبنصلح الاوتار، في اعصاب مقطوعه بنصلح الاعصاب. في الحاله اللي حضرتك بتقول عليها لو في بتر، في قانون بيحكمنا، يعني ما يجيش حد اصبعه بتر مثلا في مكنه اساسا الجزء اللي جايبه مهروس او يعني ما ينفعش، لازم يكون لا يمكن اعاده بنائه. لا يمكن اعاده بنائه، خلاص هو اساسا كل الانسجه اللي فيه اتدمرت، فلازم يكون قطع بحاجه حاده، وما ينفعش مثلا حاجه طرفيه، يعني لازم حاجه يكون، لان هنا مفيش شريان شريان شعيرات، الشرايين تنتهي هنا، فلازم القطع يكون من هنا. في بقى حاجات ممكن لو الصباع مثلا اتقطع وانتهى وما جابوش، في ممكن بياخدوا صباع من الرجل، بس انا ما بحبهاش او يعني ما بحبزهاش، صباع في الرجل احطه في الايد، شكل صباع رجل هو صباع رجل. بيدي حتى يعني بره كانوا اشتغلوا فيها كتير، وكان الناس بتجي لهم تقول له لا شيلهولي لريحته او انا حاسس ان انا باكل برجلي، يعني بالظبط كده والله. يعني ان شكله، يعني حضرتك لما تبص لنفسك او حد يبص لنفسه، شكل صباع الايد غير صباع الرجل اختلاف كامل ما بين الشكل وما بين الظافر وما بين كل حاجه. فبالتالي ممكن تنقل من الرجل بالجراحات الميكروسكوبيه، ودي بتبقى نسبه نجاحها مثلا حوالي 60-70%، تنقله لفوق بالشرايين بالاعصاب بكل حاجه، تنقله بالاوتار والعظم وكل حاجه. فبيدي نفس الوظيفه، يقدر يحركه يقدر يستخدمه يقدر يعمل كل حاجه، لكن مش هيدي نفس الشكل. مش هيدي نفس الشكل. جميل. بعض الوحامات اللي بتبقى موجوده على اليدين، الحاجات اللي هي الوراثيه مثلا او الحاجات اللي هي بيولد بيها الانسان، بعض الاحيان ممكن يلاقي وحم على ايده، ممكن يلاقي شكل زرقان، بعض الحاجات، هل ليها علاج بالجراحه او الليزر؟ هو طبعا الوحامات حسب نوعها. في الوحامات الملونه اللي هي الوحامات الدمويه اللي بيبقى لونها محمر او بتبقى كده، دي تتعالج بالليزر، او ساعات بيبقى وحمات نتيجه ان الاورده مع الشرايين عملوا تجمعات، دي بتتعالج بالاشعه التداخليه، بيحطوا مواد تسد الشريان اللي بيغذيها. وفي وحمات بتبقى غامقه، وفي وحمات مشعره، دي محتاجه استئصال، وبما ان المساحه بتبقى محدوده فبنضطر ان احنا نستخدم ممدد انسجه. ممدد انسجه زي بالونه بتتحط تحت الجلد، يعني لو في وحمه هنا بحط الممدد الناحيه دي، يكتر لي الجلد زي الست الحامل. على مدى شهرين ثلاثه يبقى عندي جلد زياده، استأصل الوحمه واغطيها بجلد. فالشكل طبعا بيبقى احسن ما يكون، لان في ناس يعني ربنا يحفظ الجميع، بيبقى يعني مشعر كانه يعني بطريقه مش يعني الجلد مش طبيعي، زي ما واضح معانا على التقرير كده. ايوه الصوره دي، يعني الجلد مش طبيعي. طبعا دي بنت حطينا لها ممدد انسجه اللي هو نفخ الحته اللي تحت ديت، غطينا جزء بممدد انسجه اللي هي الباينين في فوق على اليمين، وبعدين خدنا الجلد وشلنا الوحمه وشلناها، وبعدين فضلت حته اللي تحت حطينا لها ترقيع جلدي، يعني طريع جلد شكله احسن من الوحمه المشعره. بيبقى شكلها يعني الشكل في الاخر كان الشكل في الاخر اللي هو في الصوره اللي على في الصوره اللي تحت اللي على اليمين خالص ده يعني في العمليه. طبعا شكله بيتحسن بعد كده بمرور الوقت، يعني يعني مثلا ممكن كريمات او بعض الحاجات بتدي شكل بتحسن شويه بتحسن شويه من الشكل. عمرك ما تقدر ترجع الحاجه كما خلقت، يعني بنحاول قد ما نحسن فقط، ده بقول للناس طبعا احنا بنحسن بس بافضل طريقه، لكن بيكون في نسب، يعني بيقول يعني مثلا ممكن تبقى نسبتها 80% 70%. لا ما اقدرش، يعني اللي يقول لك 80% و90% ده كنتيجه
ده بي يعني بيأفر او بيدي اوفر بيدي نتيجه مش لا يعني وانا مقدرتي كبشر اخد صوت تليفوني. استاذ فهيمه السلام عليكم. مدام فهيمه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه لو سمحت اكلم الدكتور. الدكتور محمد فضلي. ايوه دكتور. ايوه لو سمحت يا دكتور انا رجلي تعباني من تحت، كان مره جاني فيها ميكروب من حوالي 3 سنين كده وعملت ورم وكده وتعالجت منها، رحت الدكتور اوعيه وتعالجت منها. دلوقتي رجلي الاثنين بحس بالصوابع زي ما يكونوا يعني زي ما يكون رجلي انا دايسه على رمل، وانا بمشي زي ما اكون دايسه على رمل. وبعدين رجلي برضو الصوابع برضو احس ان صوابع كلها زي ما اكون لازقه ببعضها ومش قادره احركها. وبعدين في وجع جامد، وبعدين بيحصل لي ورم فيهم. بيحصل لي ورم في رجلي في وش رجلي، وابقى عايزه صوابع ديت عايزه اهرش فيها جامد جامد اقطعها كده من الهرش. حضرتك عندك السكر ولا حاجه؟ لا ما عندي السكر. ما عندكيش السكر. هو لا. المشكله ان انت عندك يعني حصل التهابات قديمه في الاوعيه الليمفاويه ادت الى تضخم والضغط على اعصاب رجليكي، ده اللي بيخليكي تحسي ان رجليكي منمله او كانك ماشيه على نمله او كان في طبقه بينك وبين الارض، فهو ده اللي بيخليكي تحسي بكده. ده علاجها بيكون عند يعني بتوع اوعيه دمويه، جراحه اوعيه دمويه هم اللي بيشوفوا الحاجات دي، او حد باطني يشوف ايه يعني المتسبب في هذه المشكله، المتسبب في هذا الورم يعني. بس غالبا بيبقى اللي هي اللي بيسموها الفلاريا او البتاع، بتقفل الاوعيه الدمويه نوع من البعوض بينقل الميكروب للاوعيه الليمفاويه بيسدها. بيسدها هو داء الفيل، ما يسمى داء الفيل. داء الفيل بس ده بيخلي في تورم في الرجل. بيورم رجلي، بيورم رجلي الى يعني انا لما بيجي لي حد يطلب مني اعمل له عمليه بقول له يعني في حاجات علاج طبيعي وفي حاجات تعمل بتاع، لكن في بيوصل ناس ان مثلا يبقى قد الكرسي رجليه هو مش قادر يعيش، مش قادر يعيش، فالعمليه بقول له هتبقى زي ابو رجل مسلوخه باللفظ كده. ليه؟ لان يعني هو قد كده لكن العظمه والعضلات قد كده، فانا هشيل كل ده واحط له ترقيع عليها. حليت له مشكله الوظيفه لكن شكلها بشع، هو مش فارق معاه، هو عايز يمشي، هو عايز يمشي يتحرك، فبنلجا ليها. بس من محذرينه من الشكل، لان الشكل فعلا ما بيبقاش حلو. فبالتالي الوظيفه هو يعني بيبقى الاول في الحالتين ما بيبقاش عنده لا شكل ولا وظيفه. هو بيحاول، هو عايز يوصل لما توصل لمرحله ان انت عجزت عن الحركه وعايز تعمل، اعرف ان الشكل هيبقى كذا وبتجيب نتائج حلوه جدا. يعني عشان ما نبعدش كتير عن الموضوع، في الليزر، تدخل بالليزر له انواع كثيره وكثير من الاطباء يعملون بهذه الطريقه. بعضهم له يعني الليزر، ما اعرفش لو يعرف يعني فريق الاعداد دلوقتي الليزر يعني زي زمان لما كنا صغيرين او تفتكر، ما اعرفش انت لسه صغير طبعا، كنا بنجيب العدسه ونركز ضوء الشمس على ورقه ولا حاجه فتولع. هو الضوء لسه بنعملها لحد دلوقتي، بتعملها لحد. فهو الليزر عباره عن تكثيف للضوء، بيعدي على ماده معينه مختلفه من جهاز لجهاز، يديك ضوء مع طاقه. هذا كل واحده ليها طول موجي، يعني بتاع الشعر عشان اللون الاسود بتاع الشعر ما ينفعش في الشعر الابيض، يعني لو حد شعره ابيض الشعر الليزر ما يشيلوش، لازم الشعر الاسود. الليزر طرحات دمويه لازم بيكسر كرات الدم الحمراء، ان بتاخد الطاقه بتنفجر فبيتعالج. الليزر بتاع الوشم برضو، عشان برضو لهذا نوع الوشم الاخضر او البني او الاسود وهكذا. وفي الليزر بقى بتاع التجميل اساسا، يعني هو الليزر اللي هو طالع جديد اللي هو الفراكشنال او الليزر المجزأ. دايما هو واضح كده. ده لا دي الصوره دي انا عايز الناس تحذر من الليزر ده اللي بيلعبوا بيه ولادهم او بياخدوه البتاع ده، لو وجهه في عين اي حد من مباشره من اصحابه ممكن يدمر عينيه.
ده ليزر ليزر بس لو وجهه جوه العين بيبقى خطر. ده يعني اللي بيعملوه اللي بتشوفه بيتباع ويعرضوا في الماتشات في الماتشات لو وجهه على عين حد يا زي ده لو وجهته على عين حد طب انا هبدأ لا 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 بقولك لو وجهته على عين حد هيوجعه وممكن الاستمرارية هتأثر في ساعات تبقى نوع كويس قوي ممكن يأثر جامد بيستخدموه في الماتشات كتير وبعض الاطفال بيستخدموه بيهزروا بيه مع بعض هي دي الخطورة. ف زي ما شفنا فوق ده العدسة وتعمل الضوء اللي طالع منها مش مركز وما فيهوش قوة اللي تحت الضوء ماشي بطريقة معينة في مواد معينة وبيطلع مركز بطاقة حسب الطاقة تمتص بلون أحمر بلون أخضر يعني ما في كل ليزر له استخدام وله استخدام يعني ما ينفعش بتاع الشعر أشيل بيه دوالي ما ينفعش بتاع الدوالي اشيل بيه وحمات ما ينفعش يعني الفكشن ليزر ده هو مثلا بيعمل يعني اعاده صنفره زي صنفره للوجه بالليزر ما ينفعش اشيل بشعر يسبب ايه يعني اذا استخدمنا الليزر في غير موضعه ما هي الاضرار المسببه له حتى يتعرف المشاهد عليها فيقول يعني طبعا ما فيش حد هيكون عنده جهاز قوي زي مثلا فراكشن ليزر او الاجهزه القويه دي ومش فاهم بيستخدمه في ايه لكن فهي اللي هيستخدم لك مثلا انت عندك وحمه اقول لك يعني الجهاز اللي عندك بتاع الشعر في ايه لكن هو ممكن يستخدمه في اشياء اخرى يقول لك ده هعمل لك بالبتاع ده هتدفع فلوس على الفاضي لكن لو هو مش فاهم وعنده جهاز قوي وقال لك هشيل لك بيه شعر ممكن يحرق لك جلدك يعني ممكن يعملك مشكله الجلد زي اللي بيعملوا تقشير الجلد الكيماوي وهو مش عارف او مش فاهم نوعيه البشره المصري غير البيض نوعيه بشرتنا غامقه التقشير ممكن يعمل لك الوش يطلع مبقع حتت فتحه وحتت غامقه اللون بتاعنا القمحي او الاسمر خفيف في الابيض يعني الشاهد. حتى لو في الليزر يعني ليزر مخصوص او ليزر يستخدم في هذه مثل هذه العلاجات العلاجات ايه الوجه مثلا استخدام الوجه او اليدين او طبعا له يعني الليزر بيستخدم في اي حته بس في ليزر مثلا في البنات في سن معين بيبقى عندهم شعر هنا وشعر في دقنهم وكده او في لخبطه هرمونات بيعملوا بالليزر بتاع الشعر بيشيل الشعر بعد 3 جلسات والشعر ما يطلعش تاني فده عمل يعني قفزه جامده في عالم للبنات بالذات يعني بيحلوا يعني ده في مصر شائع جدا 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 وفي الليزر بتاع الوحمات ده برضو حل وحمات كتيره ما كانش ليها حل واحده عندها اللي هي بيسموها وحمه على خدها يقول لك مثلا دي اتوحمت على ما اعرفش ايه ولا لا هي عيب خلقي في الاوعيه الدمويه دي ملهاش حل يعني بالتالي الليزر حل مشاكل كثيره جدا 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 وفي ليزر بيستخدم جراحيا يعني في ليزر تستخدمه في الفتح في القطع في الشيل لان هو طاقه او ممكن افتح بيه بس طبعا ده بيكلف عيان يعني يقول لك اعمل لي فتحه بالليزر طب هتدفع ثمن اعلى من ما فرقتش يعني مش تفرق شكل الجرح بس هتريحني انا يعني تريح الطبيب المعالج لان دي بتفتح بتكوى اي حاجه وهي شغاله فما فيش دم بينزل جميل يعني كان في اسئله كتير والموضوع مهم جدا موضوع جراحات تجميل اليد عموما واللقاء مع حضرتك قد انتهى سريعا خلص كده وقت الحلقه انتهى يعني يعني دكتور رأفت جوهر استاذ جراحه تجميل وجراحه اليد وطب اذنين بشكرك شكرا جزيلا ربنا يخليك حي اعزائي المشاهدين بشكركم لحسن المتابعه والى ان التقي بكم في حلقه قادمه اخرى لكم مني كل التحيه انا خالد صقر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته لو دلال يبقى لسه والسنه دي لسه خسه وابنه بالطريقه ريقه للجمال والجمال من غير بوليكا مش محتاج ميكا بانتيكا زي ما احنا غنانا اهو من غير مزيكا زيكا زيكا